قيمة لولا هالخيدمة وانطاني رفعة حب ابو اليمة عن اختصر كل عمري باللاطمة ذخر قابلي ذخر قابلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، وهذه جولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء يقيم المجالس الحسينية ويشارك بالعمل دون مقابل ويشعر بالفخر عندما ينادي بخادم الحسين عليه السلام وكأنه نال المرتبة العالية بين أقرانه، فما الذي يدفعكم للخدمة الحسينية؟ خليكم يا احبتي المشاهدين نستمع الى بعض الاراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اجورنا واجوركم بحق الحبيب محمد ويوفقكم على هذه الخدمه الشريفه والتي تجسد مبادئ محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الخدمة ترقى إلى مكان عالي إن شاء الله، ولا كما نجدها في الإمام الرضا عليه السلام، وقد تفوق لأنه كل الخدمات متوفرة هنا من خدمة الزائرين وإحياء الشعائر المحمدية. أنت اليوم شيبة كبيرة، شنو اللي دفعك للخدمة الحسينية؟ والله يخدمني لأنه هاي الخدمة هي إحياء لذكرى سيد الشهداء الحسين ابن علي وأولاده، وهذا مصاب أليم لا أستطيع تحمله ولا تحمله الشيعة، شيعة محمد وآل محمد، وإحنا نلاحظ الخدمة متوفرة إن شاء الله وموجودة في حرم العباس عليه السلام وحرم الإمام الحسين وفي وما بين الحرمين، كلها خدمة إنسانية تعبر عن شعائر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا مالك إحساسي وحق ربك ترقانا لو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أجورنا وأجوركم. أجوركم رحم الله والديك الله يسلمك. كنت أعرف حضرتك من أي محافظة؟ أنا من محافظة باب الأحمد عباس عبد. الله إن شاء الله يتقبل زيارتك الجميع إن شاء الله. شنو اللي يدفعك للخدمة الحسينية؟ تدفعني الخدمة الحسينية، الحسين ضحى كل شيء، يعني الحسين ما إلى مثيل، يعني ضحى بولده، ويا ما هو ما يصير هذا الدين وما يصير هذا هاي الأمة هاي النقدها من الجهل إلى إلى إلى, إلى, إلى النور، هذا نور، هذا طعنة نور، نور الحسين يعني دخل بالقلب سبحان الله، يعني شرد وصف لك ما يعني ما أعرف أنا أعبر لك عليه، يعني الحسين نور هالدنيا هاي، يعني شرد أقول لك ما قاعد أعرف والله ما أعرف أعبر عن الحسين، كل شيء الحسين مدرسة، الحسين جار رفعة رأس، مناضل جاهد في سبيل الله، نصر الأمة، رفع الغمة، رفع الجهل، الناس الظلمة الكفرة خارجة عن دين محمد وآل محمد، خرجت عن الدين وطلع لينصر هاي، يرفع هاي الدنيا هاي ويخلصها من الجهل. ما عندي قيمة لولا هالخيدمة وانطاني رفعة حب ابو اليمة، انا اختصر كل عمري باللاطمة دخر قابلي دخر قابلي. ما عندي قيمة لولا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله اجورنا واجوركم. عظم الله لكم الأجر وعظم الله أجورنا وأجركم بمصاب أبا عبد الله الحسين وأهل بيته. إن شاء الله السنة راح أشارك بالخدمة الحسينية. إن شاء الله. شنو اللي يدفعك للخدمة الحسينية؟ والله إحنا علمونا هنا من إحنا صغار خدمة الإمام الحسين، ولحد الآن
يعني أنا صار لي بالعشرين سنة أنا أخدم الإمام الحسين. أي والله هو مريض وجاي أخدم الإمام الحسين، واليوم جيت أسوي الكفالة مع الموت ما نقدر. شنو أهمية وأثر الخدمة الحسينية على حضرتك؟ والله أنا أشوفها يعني النعمة هاي الفضيلة اللي بها أنا من الله وأهل البيت، والله العظيم يعني ما طلبت من أهل البيت شيء إلا ما وفروا لي، والحمد لله والشكر نعمة فضيلة. أجينا السلام عليكم وأعظم الله أجورنا وأجوركم. أجوركم إن شاء الله موفقين إن شاء الله. أجينا عرفنا بحضرتكم من أي محافظة؟ والله يعني محافظة البصرة حاليا، بعدنا موقف هنا على طريق النجف، نخدم زوار الحسين كل سنة، هذه خدمة زوار الحسين له فضائل عند الله سبحانه وتعالى. خدمة زوار الحسين الإنسان يتذكر مصيبة الحسين عليه الصلاة والسلام، فلهذا الأمة الإسلامية كلها تجتمع في هذه المناسبة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله السنة راح نشارك بالخدمة الحسينية؟ والله إن شاء الله كل سنة احنا نشارك بالمصاب الحسين عليه السلام. شنو اللي يدفعك للخدمة الحسينية؟ والله يدفعنا الخدمة الحسينية أولاً زوار الحسين نخدمهم، نتذكر مصيبة الحسين عليه الصلاة والسلام، فلذلك احنا دائماً نخدم زوار الحسين إلها فضائل عند الله سبحانه وتعالى. مثل فطس انت تشافي لك ازريك يا بني، اما بيدك صبح والله مريك. حسين. الى هنا احبتي المشاهدين وصلنا واياكم الى ختام جولتنا الصباحية لهذا اليوم، وهذه عودة الى استوديو برنامج صباح كربلاء.